أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كمندي على رأس كرنينا كما يأنجا عرفسنا درس الإدوني تجويت دقيقا ما حلقا لكن لارمي إن شاء الله بين كلا درس الإنجاوي للنون الساكنة والتنوين دن هو منزل ديورن يا كرنينا شما الإقلاب لن إشي دائل إن شاء الله رابعا كن ديومي رغاية كن ديومي لنشما الإخفاء 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 ما لما اللغة اللغة الأسيتم غيادة أو لا زكتر قلتين دليل دلسا إخفاء من ما أو لا تليو لا غنى زنم حقيقة دوني رواتا درو أو لا زنم ما أو سيزكتيالو دمين نكادرو الإخفاء لن شابوت أدمارو مالم كتاو التجويد المبين مدي بجنر الإخفاء تعريف الإخفاء لغة دونه الست تقول كم بجنر أخفيت الشيء أو لا أقرأي كم بجن أي سترته سراو سترته سراو دج أو لا أقرأ شما الستر واصطلاحا لو فسري معلومة تجويد أو شو سرنا شما هو النطق بحرف ساكن على صفة بين الإظهار والإدغام. هو النطق بحرف ساكن شما نجرني أرو لا سكون غتا جليرو نالا بحرف ساكن زنادي والتنوين دون بقول لمدي أو التنوين يسال دليل زنادي للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام سندي أو مرضى ديول كلا تنان كدرو أرمارو داتنا للإسم هو النطق بحرف ساكن يا مجزو دجي او التنوين يقول لي على صفه بين الاظهار والادغام دليل زري تنوين يقول ان فندمين اخفى من نمسك الغتا يقول ان فندمين اخفى من نكدر بين الاظهار والادغام يو ايش كت اظهار في تتوا والادغام كرتتوا كتل الشيء الاخفاء لشات لي مثال لو غنيو من صياصيهم غنيا من أصله من صياصيهم أما إخبار اسمي دليل زلفون ننسك نغتا إلى الصاد نيسنا لشي صاد حرف دوني الإخفاء يلن كدرو إخفاء لمن لجي صفة إظهار إدغام مدن درسو درسو لن غجل نبرو سلك برو سلك سا إخفاء لمن ما من صياصيهم لجميع صعب لمياء شاي إدغام ونوي مرسل الدين أو شيء إظهار سنين دير ما ننزل لمياء دو دجنال صفة غجل دي أصل لمياء الإظهار دو قلتيا هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير ون على شما معنى نزو ثانيا الإلغام لنا شما هو إدخال شيء في شيء أو لا غني أو لا ريك أو لا غني كما ذو تكوني على شما الإدغام إظهار دو بيتت البيان لجنا لنا شيء إخفى صفة في تتية غجل قرآن ما صفة تكتوية غجل لجي برو صلاك صفة تكتوية لشما غجل دليل مدري سا الإخفاء اسمها من صعب لمياء أصله من صعب دو من دو أولا قران مياء أولا قران من على أو أولا كمان زلارو تكوما نالا يلغم لها من صعب مرغاني ميما هذه شما صفة دولي يلغم لها بزناو ندران صفة يظهر لبجن بلما ما سا صدر بول من ما دجي صو من صفة الغم من صو صفة هي صفة الإظهار صو دي في التدنجل شيء فرقص لنا كدر صفة هي جزء شيء صفة دوني الإظهار جزء نون ساكنة لصفة الغم بوجا أو تنوين لصفة الغم بوجا دج أرى ونفو دي مع حرف دوني إخفاء ماري صفة إظهار بوجا مفهوم
تنوين رجال صدقوا لكن رجال صدقوا اسمي اجيرو كرانمين رجال صدقوا يدجي اصله رجال دو رجال مداي بصفه تكيه بوزنا صدر برغا مال من الكبر لكن صدر اسمي صدي فتي من على بصفه سندي اندجوجي دو من غير تسديد اما شده صبات دولات دولا بعد ياوي مع بقاء الغنة فيهما سندين جزء مع بقاء الغنة فيهما قلنا مرتبنا كنجي مهلا قلنا رو اخفر دي من ما ديون ميان علي يقول لي قلنا رتلينا شما الصوت الصادر من الخيشون شما قلنا له وحروفه 15 أروانز ميل لكور أروانز ميل لكور مجموعة سبكة عوتا في أوائل كلمات هذا البيت كلمة علي صرفت علي بدي ترم ذلن بيجي غيون شما سف ذاتنا كم جاد شخص قد سمع دم طيبا زيد في تقى ضاع ظالما علي شما أوائل طرف هذا البيت دين سف دين صد غني صاد غني ذال ذل غني ثلالا ثاغني كملا كافل غني جادلا جيم غني شخص لن شين غني قدلا قافل غني سمالا سن غني دملا دل غني طيبا لن طاغني زيدلا زاي غني فيلا فاغني تقالا تاغني ضعلا ضاد غني ظالما لن عيبر من الله غني أرو من الكون كفا ديلا الوارو مالم توفى ما يقول جن والرابع دون الإخفاء عند الفاضل قال من الحروف واجب للفاضل قال في خمسة من بعد عشر رمزها قال في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زل في تقى ضع ظالما غير مالم توفى ما يقول لجنال لم مالم دوني التجويد المبين مالية واصطلاحا نشره هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام خاليا عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول نبرس لك مع بقاء الغنة في الحرف الأول أرو برس لك ننسكن غتنك أو تنوين الشلان فورو كون من دنك سير قنار ربك لدي أغير أدم أرو مالم كتاب تجويد مالية يقول زو مع بقاء الغنة فيه ما زنادي اسمي الغنة دار الدمين مالم شالي يرك لاف رمزنا مع بقاء الغنة في الحرف الأول من كل من كل من الكدر قرآن إمام حروف 15 حرفا وهي الباقية بعد 6 للإظهار و6 للإدغام و1 للإقلاب وقد جمعها صاحب التحفة في أوائل كلمات هذا البيت صف ذاتنا كم جال شخص قد صبر دم طيبا زل في تقى ضع ظالما شيء الإخفاء الوزمي الكون ما لم التجويد المبين ما ليونه دا جنال وهي الباقية قبتون دوني بعد 6 قو أراك للإظهار إظهار لما ينام و6 كرو أراك للإدغام إدغام لما ينام و1 كرو فل للإقلاب إقلاب لما ينام قبتون دو شماء الإخفاء وقد جمعها صاحب التوفة في أوائل كلمات هذا البيت أراكيل إظهار ويمين أراكيل غم ويمين فالإقلاب ويمين مين يكن فندما مين لكون دفسنا شما حروف الإخفاء مين لكون مين يكن كل ما فندين أسكن حروف الهجائية كاملة فندينا داجي الأمثلة مثال غائب مثال دي شما الأمثلة للنون الساكنة والتنوين نون سكن غتا صوت الميان صيا فيهم بي تنوين له رجال صدقوا بي كن يدمي من ذا الذي بي كل نفس ذائقة الموت علي بي نفس ذا شنو أحب الشايت كن يكمي من ثمرة ترد من ذا محل الشاهد من
السمع ما الحجاج هذه الشماع مثال دوني تنويني ثاؤنيو داجي إن شاء الله مثال لغب سناري kwenye na landanye na insha Allah darasa foyi lan insha misalla gam sina iya goye krande konyen wa sallallahumma wa sallima wa barik ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tajidaz kraye wa dazin kam goko dole yoro